وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة، وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة، تردده المآذن في كل وقت وينبض بالقلوب إلى الممات. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وشفيعنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير، ربنا يجعله عيد مولد نبوي سعيد علينا ان شاء الله باذن الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الخميس اللي فات. النهارده انا جايه لكم باكله موسم. طبعا احنا عارفين ان احنا النهارده مولد النبي الشريف، فلازم ان احنا نعمل اكله كده حلوه ونفتح بيوتنا ونجمل الاكلات ونكترها. معانا ايه النهارده المنيو بتاعنا؟ معانا ملوخيه بالارانب، طبعا اكله جميله جدا ومفيدة جدا. طبعا دلوقتي ما اقدرش يكون معايا ارانب الا لما ارحب بضيفي استاذ محمد سمير. اهلا بحضرتك. صاحب اكبر مزارع الارانب في مصر. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، نورتني. شكرا للاستضافة وشكرا لإدارة القناة وكل المقيمين على قناة جلالة. الله يخليك يا أستاذ محمد، حضرتك نورتني. الله يخليك. النهاردة احنا على قد ما نقدر هنحاول نحببكم شوية الناس اللي مش بتفضل الأرانب وخصوصا الأطفال، وهنحاول إن احنا نقول إيه أخبار الأرانب في زمن الكورونا. طبعا الأرانب فيها فوائد كتير. تمام. فيها فيتامينات وفيها بروتينات وفيها معادن. تمام. فطبعا في ناس كتير ما بتحبش اكل الارانب. ايوه يعني. للاسف هنبتدي الاول ان احنا نضيف الارانب كده. هقول لكم المنيو بتاعي على خفيف ونرجع للاستاذ محمد نعرف اجمل فوائد الارانب. في الاول احنا معانا ارنب، انا جايباه صغنون كده عشان وقت الهواء بتاعي يلحق يستوي ونخليكم تشوفوه ان هو سهل وبسيط. طبعا غسلاه كويس قوي، خل وملح وليمون ومشطوف ومتبل بصله وطماطمايه وشويه فلفل اسمر والبهارات بتاعتنا الحلوه. تمام كده. هنبتدي معانا ايه بهار للارانب، هنحتاج له ايه؟ هنحتاج له بقى ورق لورا، حبهان، مستكة، 7 بهارات بتبقى حلوة جدا في الأرانب، وكمان معانا فلفل أسمر. معايا بقى لزوم الملوخية بتاعتنا الجميلة اللي بشوربة الأرانب الحلوة جدا معانا. طبعا الملوخية أنا جايباها جاهزة النهاردة، بس هنعمل الطشة بتاعتنا الجميلة على الهوا. لزومها التومة والكزبرة. تمام كده. طيب يلا بينا نبتدي الأول نشوف هنعمل إيه. نحط مية مغلية على النار، هنبتدي نروح للمية دي ونشوف هنضيف لها إيه. اثناء الميه دي ما هتغلي هنبتدي نحط طاسه بتاعتنا كده على النار، وعايزاها تدخن شويه قبل ما اضيف لها الزبده بتاعتها. طبعا معانا الميه غلت اهي، هنبتدي نضيف شويه بصل للميه. طبعا الحركات دي كلها اللي احنا هنعملها دلوقتي حلوه جدا، هتخلي لك الشوربه بتاعتنا كده دسمه. وكده كده اصلا كلنا عارفين قد ايه شوربه الارانب بتكون فيها الشفا يعني زي ما بيقولوا. هنضيف بقى ورق اللورا بتاعنا والحبهان وشويه فلفل اسمر مش كتير عشان الشوربه بتاعتك ما تغمقش معاكي. المقادير بتاعتنا على الهوا، اللي يحب يصورها او يكتبها ورانا مفيش مشكله. هنسيب بقى الخضار بتاعنا ده كده، هنحط كمان جزرتين، هنسيب الخضار بتاعنا يستوي كده براحته خالص، ونبتدي نتكلم شويه مع استاذ محمد ويقول لنا ايه اخبار الاطفال اللي مش بيحبوا الارانب والفوائد بتاعتها. هو الارانب مفيده جدا للكبار والصغيرين. طبعا الصغيرين مفيده لاكتر لان هم لسه بيبنوا جسمهم. ايوه. فهي بتساعد على بناء الانسجه والخلايا العضليه. تمام. في الجسم. فالارانب مفيده جدا وفيها زنك. طبعا الناس اللي هي بالنسبه للناس اللي هي بتدور على الزنك وتقوي المناعه ازاي في وقت الكورونا. ايوه. ففيها يعني فيها فيتامينات كتير وفيها حاجات مفيده جدا لبناء الجسم يعني. تمام تمام. هي كلها افاده بصراحه. ايوه بالظبط كده. طيب وبخصوص بس عايز اسال حضرتك على حاجه الاول، بس قبل السؤال انا حطيت جهزت طاسه على النار، صينيه اللي انت تفضليه، حطيت لها زبده وحطيت لها شويه زيت. تمام كده. عايز اقول لك ان دي الخلطه اللي هتخليك الملوخيه بتاعتك ريحه وطعم حاجه كده اخر واو يعني. هنبتدي نعمل ايه؟ خلاص هي دابت معانا اهي، هنبتدي نضيف بقى الارانب بتاعتنا. عايزه اضيفها كده تاخد تشويحه حلوه يعني كده. ايه هقول لك دلوقتي ايه اللي خلانا نضيف الارانب او نعملها بالطريقه دي. ليها ميزتين. اول ميزه ان احنا زي ما قلت لكم كده هنحتاج الزبده بتاعتها، هتكون حلوه قوي للطبخه بتاعتنا. وحاجه كمان برضو هتكون مفيده، هتقلل لك من السوى بتاعها يعني، ان شاء الله مش هتاخد معانا وقت خالص في التسويه. وكمان هتمنع لك اي زفاره خالص في الشوربه، عشان طبعا الملوخيه شويه رز من الشوربه.
اتفضل استاذ محمد كمل معانا. فزي ما بقول لحضرتك كده الارانب فيها فيتامينات وفيها بروتينات، يعني فيها فيتامين ب مركب طبعا، تمام، وفيها فيتامين ايه وفيها زنك وفيها حديد، يعني هي اكله الناس بس مش عارفه قيمتها مفيد. كويس، ايوه فعلا. لو يعني في دول اوروبا ده الارانب دي من الاكلات الغاليه جدا لانها أيوة. فيها كل الفوائد في اكله مزبوط. واحده مزبوط. فطبعا بالنسبه للناس كمان اللي عايزين يحافظوا على الرشاقه وال يعني اللي بيعملوا تخسيس او تمام. معانا مدام، معلش انا اسفه لمقاطعتك، معانا مدام دنيا على التليفون، نقول الو. الو، ايوه ايوه السلام عليكم. مدام ايه؟ ازيك يا دودو، انا عرفت اول ما قال لي مدام دنيا. ازيك يا حبيبه قلبي. هو انت عارف اكيد انا من متابعينك على القناه بتاعتك، وبجد تسلم ايدك كل حاجتك جميله بجد. حبيبتي حبيبتي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يعني يخليك. بس اتكلم عني اعمل ازاي، ما بعرفش وصفاتك الحلوه بصراحه. والله غصب عني، وبعدين مالها الكلبزه، ما الكلبزه جميله يعني. لا بجد وصفاتك جميله بجد، وبتعملي كل يوم حاجه احلى من الثانيه بصراحه، يعني على القناه بستفيد منك كتير جدا. حبيبتي ربنا يخليك يا دودو، نورتيني والله باتصالك، نورتيني يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلم ايدك، واحلى ملوخيه هناكلها بايدك النهارده. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، نورتيني يا حبيبتي، نورتيني. ميرسي قوي لاتصالك يا دودو. استاذه ابو سمير على حاجه؟ اه اتفضلي طبعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ايوه بقول لحضرتك يا استاذ محمد، هو لو عايزه اجهز مزرعه، يعني أيوة ايه الحاجات المطلوبه ان انا أيوة ممكن اجهز مزرعه صغيره؟ هي بتقول لحضرتك محتاجه تجهز مزرعه. هي اهم حاجه طبعا حضرتك بتدوري على السلاله الاول وتشتريها، سواء هتربي طبعا ارضي او هتربي بطاريات، هتجيبي بطاريات، يعني لو هتبقى التكلفه بسيطه وفي مكان مثلا بسيط ممكن نربي ارضي عادي، مفيش مشاكل. ميرسي دنيا، ميرسي. فلو حضرتك عايزه حاجه انا هسيب رقمي، واي حد محتاج اي حاجه انا تحت امره. تمام. اي حاجه تخص الارانب طبعا انا تحت امر اي حد. تمام، شكرا لحضرتك جدا، ميرسي جدا. رقم استاذ محمد معانا على الهواء لاي استفسار هو معانا. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال كده يا استاذ محمد. أيوة. بخصوص الشباب اللي عايزين يبتدوا مشروع صغير والتكاليف معاهم مش كبيره. أيوة. هل بدايه مشروع المزرعه هيكون جيد ليهم ومربح؟ والله هو لازم يكون بس فاهم الاول هيتعامل ازاي مع تربيه الارنب، يعني لازم يكون فاهم في كل حاجه تخص الارنب. أيوة. قبل ما يبتدي المشروع، عشان في ناس بتبتدي المشروع وبعد كده بتخسر او ما لانها مش 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 ملمه بكل المشاكل. أيوة. لان زي اي مشروع طبعا في الدنيا بيبقى فيه لازم يكون فاهم فيه، يعني الشخص لازم يكون فاهم فيه. مظبوط. فانا تحت امر اي حد يتواصل معايا، بس ولو حد يبتدي مشروع الارانب، هو مشروع بسيط. تمام. مش مكلف يعني. ايوه. ومربح يا استاذ محمد. ومربح طبعا ما شاء الله يعني. يعني هي بس عايزه وقت وعايزه خبره. أيوة. فدي بتيجي مع الوقت، كل حاجه بتيجي مع الوقت. بيتهيألي دلوقتي بقى سهل جدا ان احنا نقدر نعرف حاجه او نتعلمها من على اليوتيوب، صح؟ اه بالظبط بالظبط. تمام. كل حاجه على اليوتيوب، يعني قناتي على اليوتيوب. وبيتهيألي حضرتك برضو انا متابعه. أيوة. ليك جيده. آه لان انا. ربنا يخلي حضرتك يا رب. ايوه ربنا يخليك. يعني قناتي برضو على اليوتيوب مزرعه. أيوة. ابو سمير للارانب. تمام. اللي حابب برضو، وانا ما يعني ما بتاخرش عن اي حد، احتاج اي حاجه انا تحت امره. تمام ربنا يبارك لك. هو مشروع بسيط وسهل، اهم حاجه بس يكون عنده خلفيه ودارس الموضوع كويس يعني. تمام تمام. وان شاء الله ربنا يكرم الجميع يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. دلوقتي انا الارانب بتاعتي خدت تشويحه كويسه، طبعا انا معايا زي ما قلت لكم اهو الشوربه بتاعتي كمان ابتدى يستوي فيها الخضار، هبتدي اخد الارانب بس كده عايزه اصفيها كويس من السمنه بتاعتنا او الزبده اللي احنا سبناها فيها، ونبتدي بقى نضيفها كده. طبعا هي اخدت اول صدمه لما ضفناها للزبده اللي معانا، واخدت اهي تاني صدمه لما ضفناها للشوربه. صدقيني مش هيكون في ريم خالص للشوربه، يكاد يكون يعني بسيط جدا خالص، وهتلاقي كمان مفيش اي زفاره في الشوربه، بقى تقدري تعملي فيها اي حاجه تفضليها طبعا، زي ما قلت لك بقى احلى ملوخيه واحلى طشه. النهارده كل سنه وانتم طيبين، موسم والبيوت كلها مفتوحه. انا هخلص الحلقه بتاعتي جري جري وارجع عند مامتي على طول. فان شاء الله باذن الله يجعله كده مولد نبوي شريف علينا وسعيد ان شاء الله باذن الله. يا رب تكشف. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ محمد. حضرتك طيبه وكل المسلمين طيبين يا رب، وكل العالم الوطني فعلا يا استاذ محمد. يعني جدتي الله يرحمها كانت زمان تقول لي ايه الارانب دي فيها الشفاء على طول. ايوه طبعا، هي بس الناس للاسف مش عارفه قيمتها، يعني أيوة. هم بيستغربوا شكلها كده ما هو ده سبب ما يعرفش قيمتها الغذائيه يعني. ايوه ايوه. اللي خلاني قلت يعني لازم طبعا حضرتك قيمه، يعني ربنا يبارك لك يا رب. اللي خلاني اقول لحضرتك يا ريت تنورني نعرف الناس، خصوصا في الوقت اللي احنا محتاجين فيه دلوقتي الحاجات دي. وانا كمان ما بفضلش قوي الاكلات طبعا، الزبده زي ما انتم شايفين اهي هنسيبها مش هنوديها في اي حته دلوقتي. طبعا احنا في وقت محتاجين قد ايه، فين
في معادن وفيتامين والحاجات دي كلها. ايوه طبعا. فده سبب من الاسباب اللي خلاني قلت يعني الارانب حتى لو هناكلها يوم في الاسبوع، يعني حتى لو الاسره هتتجمع كده وتاكل ارانب في يوم في الاسبوع فده شيء كويس جدا. تمام. هتقوي المناعه وطبعا اللي بيعاني من مشاكل في القلب هي مفيده جدا، يعني هي مفيده لكل حد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي. فعلا حقيقي، يعني انا لما كنت رحت الدكتور قبل كده باطني، انا فاكره الكلمه دي كويس قوي، كان ممشيني على حاجات معينه بسيطه جدا. اكتر الحاجات اللي مشاني عليها قال لي طب انت اشربي شوربه، شويه شوربه ارانب. اي بالظبط، ما هي فعلا اي دكتور حضرتك هتروحي له هيقول لك لو في مشاكل في الهضم، في مشاكل في القلب. طبعا الرجيم ده طبعا برضو حاجات مهمه جدا فعلا يعني. هي قليله الدهون جدا جدا. أيوة بالظبط، بس بالرغم من ان هي قليله الدهون بس فيها بقى فيتامينات كتير فعلا فعلا انا اعرف ده، وفيها الشفاء زي طبعا الناس اللي بتعاني من انيميا الكلام ده كله برضو هي الارانب مفيده جدا لان فيها نسبه حديد عاليه. ايوه فهي مفيده جدا للارانب. للكبار والصغيرين يعني. طيب دعوه النهارده لستات البيوت كده، يا رب ان شاء الله يكون كده الاكل هتعجبكم ويكون بسيط عليكم، وزي ما انتم شايفين هي بسيطه وسهله جدا مش بتاخد معانا وقت خالص. دعوه النهارده ان احنا نقول كده ايه، خلينا نعملها زي ما استاذ محمد مره كل اسبوع ولا حاجه، فمش هتاخد معانا وقت خالص، بالعكس ده هم يا دوب هنضيف اللي احنا عملناه دلوقتي وشويه ملوخيه وشويه بالظبط. هي اكله مش مكلفه خالص وفيها فوائد كتير يعني. وفيها فوائد كتير.